لنا واحد مثله. قومي ولا ساسوكي قومي طبي جوا قررت عمل لك قومي يلا الى اللقاء. شو هالدخل في هاي؟ بس بدك الصراحه تعبانين بالملخصات. ها سعيد حاج تقول ملخصات يعني مفهوم انه راشيتات التمويه على الموضوع ما بيفيدك. ها ما بقدر اقول قدامهم راشيتات مشان ما تاخذ اجرهم عليها يصيروا هن كمان يكتبوا راشيتات وينقلوا بالفحص. اللي بده يقدم بكالوريا لازم يشغل مخه. شو هالدخل في هاي بعدين؟ لا تخلي بنتك تحرجني قدامك منوب. ها قال جيب لنا واحد ثاني. هاي بروح على الشغل، الشغل ارحم من القعده بالبيت. لين ماما هون؟ ايه هول ماما بدي ماما اجت وفاء. يلا امي يلا. اهلين وفاء شو طمنينا؟ الحمد لله احسن بكثير، صار يقدر يوقف على رجليه، يعني ما عاد في داعي ضل عنده بالمستشفى بالليل. ايه الحمد لله، الحمد لله على سلامته. الله يسلمك يا رب. بتعرفي اشتقت للاولاد كثير، ان شاء الله ما يكونوا عذبوكم. لا ما عذبونا ابدا، ما في اخف من دمهم. فوتي نتعشى سوا فوتي. يسلموا ايديك، تعشيت بالمستشفى، بدي اخذهم وروح على البيت. ايه هلا بخلي سعيد يوصلك على البيت، فوتي بقول لك تعي. زي حالك. ليش؟ الاولاد رح تاخذهم امهم. لوين بدها تاخذهم؟ لوين يعني؟ على بيته. ما بدها تقعد عند جوزة بالمستشفى؟ لا خلاص، جوزة صارت حالته منيحة، ما عاد بده مساعدة. انتوا قلتوا لي بدها تقعد عنده 3 اشهر. ايه الله عافاه قبل، نعترض يعني؟ يا رب، منين طلعت لنا هي هلا؟ شلون يعني منين طلعت لنا؟ هي امهم هي. وإذا امهم؟ يو، شو عم تحكي لك بنتي؟ طيب، تاخذ الاثنين الشناتير وتترك لي حبيبي زياد. يلا بنتي يلا بلا حكي فاضي، الأم عم تستنى برا، قومي اعطي الولد لأمه. إذا بدكم يعني يرسب بالبكالوريا خذوه لزياد. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو جنيتي انتي؟ امه عم تستنى برا، يلا ضبي له اغراضه. بدهم ياخذوك مني. ما بتاخذوا، ما حدا بياخذوا مني، ما بتاخذوا، ما بتاخذوا، ما بتاخذوا. سلوى لا تفضحينا، بكفي المصيبه اللي سببنا لهم اياها للجماعه. ما حدا بياخذوا، ما حدا بيقدر ياخذوا مني. اسمعي ليه؟ انا بحياتي ما مديت ايدي عليك يا بقدحك بوكس برا من خارك. طيب خليها تيجي تسكن عنا. لك شلون تسكن معنا؟ يو عند بيت المخلوقه. شايفه نتيجه اساليب تربيتك الحديثه يا بنت الابريه؟ تركينا مع ساسوكي، انا بتفاهم معها، روحي انت. لف بالبكله. لا لا تخافي، مالي لابس اشاره. اسمعي لفهمك، انا عندي اقتراح. شو رايك انه انت ما تنحرمي منه وامه تضل جنبه؟ شلون؟ تسحبي حالك وتروحي بتسكني عندها لبين ما يطلع جوزها من المستشفى. منه بيضل زياد معك، ومنه أمه بتضل عم تشوفه وبتساعديها، ومنه بخلص من واحدة منكم انتو التنتين وبيرتاح بالي. بدي انقلي على الشغل. أمي ضبط بحالك، يلا خلينا نتيسر. ايه بروح يلا. جندا هنروح سوا، هنروح سوا. يادو دوبي قلبي، دوبي قلبي. يادو هاتي عنك حبيبتي. ليش؟ بدي رضعه، عم يبكي لأنه جوعان. أنا برضعه. شو بدك ترضعي؟ بدي رضعه من صدري، مو حليب علب. حليب العلب أطيب. هلا أنا برضعه حليب علب. حليب الأم أحسن من حليب العلب مليون مرة، وأساساً أنا لو ملحقتي ما كنت سقيته حليب علب. أنت شلون بدك ترضعي وأنا حاملته؟ حبيبتي دقيقتين بس برضعه وبرجع لك يا. هاتي دقيقتين. هاتي فقط. هاتي هاتي يلا. حبيبي ما بسرعة بسرعة بعدين. وين اخدتي؟ بدي نايمه مطرحه. مرتاحه؟ تركيه بدي نايمه مطرحه مشان انتي كمان ترتاحي. انا مرتاحة. أنا أمه للولد، الولد لازم يتعود علي أنا، إذا تعود عليكي ببطل يعرف يقعد بلاكي. أنا بضل معه. حبيبتي ما بتقدر، بكره عندك دراسة وجامعة ووجع قلب. ما بدي أدرس بالجامعة. كيف ما رح تدرسي بالجامعة؟
الجامعة. طيب بلا الجامعة وابن الحلال ما بدي يتجوز. يا سلمى بكرة بتملي من الولاد. ما بمل، لا تتجوز ولا تجيب ولاد. طيب بدي خليه معي وخلي الولاد وديري بالك عليهم. خليهم معك، أنا رايحة لعند أمك، خليهم عندك. رح تتفقي أنت وياه مشان تاخذوا زياد. ما يا سلمى أنا ما رح أخذه لزياد، رايحة أشرب عنده فنجان قهوة وأرجع. اسمعي لقلك، إذا رح تحاولوا تعملوا أي شيء بدكم تندموا، عمل لك ها؟ لا تخاف، مرحبا ست جمانة. أهلين وفاء، فوتي. بدي أحكي معك بموضوع. إيه فوتي. سامعة عندك ضيوف، إذا الوقت ما أنا مناسب هلأ برجع بعدين. لا لا مناسب مناسب، نوع بالمطبخ، فوتي. إذا مشغولين برجع بعدين. لا ما لنا مشغولين، فوتي. عن جد عن جد إذا مشغولين برجع بعدين. وفاء شو هالبرادة هي؟ خلص عمل لك فوتي يعني فوتي. يعني ما نكون مشغولين؟ وفاء استحي بقى، خلص بقى فوتي بكفي. فوتي بقى خلصيني. اشربي قهوة ولا شاي؟ لا قهوة ولا شاي، مستعجلة وبالي مشغول. خير صاير شي كمان؟ الموضوع اللي جاي احكي معك فيه هو بخصوص سلوى. شبه انا شايفه الوقت مانو مناسب هلا. وفاء فورتي لي دمي، صار لي ساعه بقول لك مناسب، احكي بقى خلصيني. طولي بالك طولي بالك، البنت مانا طبيعيه بالمره، انا مو مشان الولد، انا مشانها ومشانكم. ليش شو عملت؟ ما عملت شيء، ما عم تخليني اقرب على الولد، عم تتصرف معه وكانه هي امه. انا خايفه تتعلق فيه اكثر من هيك. لا هذا الموضوع لازم ينحل، ما بيصير يصير هيك. أنا مشان هيك اجيت أحكي معكم، بس لقيت الوقت مانو مناسب. وفاء نفختي لي قلبي. ها هلا بحكي مع سعيد، بس لحتى يهدى باله شوي، امبارح صاير معه مشكلة مو منيحة، سارقينه وتاركينه بالبرية. أنا من الشغل. موضوع شو؟ سلوى بدنا نلحقها قبل ما تجن. كمان؟ ليش شبه سلوى؟ مفكرة حالها أمه للولد. هو علينا يا مستعجل، وقف لإلا جمانة. أنت بتحلي بالموضوع، أنا في ألف مشكلة براسي. ها إيه بس أنت أبوها. لك وأنت أمها، ولا بتكون يعني جن ودور بالشوارع. الشوارع أنا. يا سعيد يا سعيد، خلاص أنا بحل الموضوع، أنت خذها روح بدل أوعيك، روح خلاص أنا بحل الموضوع. مرتاخي أنا بروح معك، ماشي الحال. شفتي بيت النايحة؟ شفتيه شلون أوفياء لبعضهم؟ الله حيو حيو. حلوة يوقف سلفة برا. هي عادته، ما بيحب يفوت لبيت إذا ما فيه رجال. إيه بس ما حلوة يوقف برا. وفاء خلصنا بقى، ردينا رجعنا. حلوة مو حلوة، نحن بشو أنتي بشو؟ وين سلوى؟ جوا هلا بندهلها، تفضل. شو هالشغلة هي؟ نحن لازم نحل هالموضوع بشكل نهائي، مو ناقصنا ولدنات. روحي ناديلا. سلوى ما في حدا. شلون ما في حدا؟ وين لكان؟ بلكي راحت عند حدا من الجيران. لحقت تتعرف على الجيران؟ ما تعرفت على حدا، بس يمكن يكونوا شافوها. طيب روحي اسألي حدا منهم. شو بكي ليش واقفة؟ طب خلي سلفك يفوت. وفاء فورتي لي دمي، روحي خلصيني بقى. يلا. لك شو هالعيلة هي؟ قالنا يا حاج، لا كبيرة عائل ولا صغيرة عائل، نحن ناقصنا مصايب. لك يا ست جمانة، شوفي الجيران شافوها أخذ الولد وحاملة بإيدها شنطة هي كبيرة. وين راحت؟ ما بعرف، ضبط إغراض أخي حطتنا عند الجيران وراحت. وين راحت؟ ما بعرف. ما قالت لك لوين؟ لا عجبة. خلص وفاء طولي بالك، سلوى عاقلة وبتفهم، ما بيصير معها شيء. لا عاقلة ولا بتفهم، أساسا لو فيها ذرة عقل ما كانت بتتعلق بولد صغير. وفاء خلص بقى طولي بالك، هلا باخذ سلفي ونروح مندور عليها. معقول تطلعوا بلا ما تشربوا فنجان قهوة؟ وفاء جننتيني بهالقصة بقى، حلي عني منصور. طولي بالك وفاء، ان شاء الله ما بيصير الا الخير. انو خير؟ انو خير؟ اذا صار للولد شيء انا شو بدي اقول للناس؟ طولي بالك، خلص طولي بالك. كان لازم تسفقوها كفه تهروا لسنانها وتشلحوها الولد، مو شو ما قالت تقولوا ايه جبتوها لعندي قامت علقت بالولد بزياده. نحن عارفانين هيك بده يصير. لازم تحسبوا هالحساب من الاول. لا تزعلي مني ست جمانة، تربايتك انت واخي سعيد ما بتسوى. وفاء هلا وقت الحكي؟ لا وقته. أول شيء ابنكم الصغير ضرب جوزي بالسيارة وتوكم، ثاني شيء بنتكم خطفت الولد وراحت، شو ساوي أنا؟ الله يبعدك يا سعيد أنت ومنصور، وين طولتوا أنتوا كمان؟ شو هالولاد دول؟ الله يسامح.
هيك يا سلوى، ليش هيك عملتي فينا؟ شو سعيد، شو صار معكم؟ وينو منصور؟ منصور متنح برا، ما بده يفوت، ما بفوت على بيت غرباء، وهي ما لقيناها، ما خلينا أرني أنا منصور وما لقيناها. وين بدها تكون رايحة يعني؟ الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم، بسببكم جوزي بالمستشفى وابني ضاع. توكلي على الله، خلص وفاء، توكلي على الله. يا حبيبي يا أبي، يا ترى شو عم يأكل هلا؟ ليه عمو مسمون؟ عندك حليب الأطفال؟ ايه عندي. عطيني علبة. على رأسي. تفضل يا عمو. عندك حفاضات الأطفال؟ ايه عندي. عطيني علبة. لا أسف. تفضل يا عمو. حط لي اياهم كيس. على عيني. مصاري؟ ما معي مصاري. ايه تركيهم هون عمو ولا بما تجيبي مصاري وترجعي؟ بكره بشوف لك. بتتركيهم ولا بكره وبتجيبي مصاري بعدين تاخذيهم. شو بتريد يا اخي؟ المعجون اسمه. تعال تعال خذ لك مالي. بعدين. شو القصة؟ معي بالبيت، شو بعطيك؟ بتشتري من غير سلبية، هاد لاقيه ما حبيت. أكيد؟ إيه إيه تعال. أنت كم ولد عندها؟ صبيان وبنت. ما صفي غير مرتك. شبهها؟ ما فاتت لعندي له، انت اولادك كلياتكم فتوا له. الزام حدودك ها؟ تربايتك لاولادك ما بتسوى. مو شغلتك هي. لا تغلطي، لانه حضرتك مخلفهم وانا مبتلي فيهم. لك عمي انت مبتلي فيهم لانك عم تقبض راتب بالشهر، ليش عم يقبضوك؟ يعني اذا عم باخذ راتب ما بصير ارتاح؟ قسما عظما الدولة ما تدرى انه في اولاد مثل اولادك لتزيد لي معاشي طاق دبل. انت بتعرف انه كلها مصادفات غير مقصودة. ما في شيء بالصدفة. لو مو راخيلهم الحبل ما بيفلتوا. اولادي مو فلتانين، اولادي مربيين اكثر من غيرهم بكثير. واضح من سجل العدلي. فهمنا بقى. فهمنا. اذا معك شويه سلطه بتركب على ظهرنا، فهمنا بقى. لا تكبر كلام، احسن ما عدلك اياها مثل هذيك المره. على نصطة. لا مو على كيفك. اسمع لقلك، هذيك المره ما رفعت عليك دعوه مشان ما اعمل مشكله، ما كنت حابب يصير عي، بس هالمره برفعها، فهمت؟ انا مواطن ولائحات حقوق الانسان هيك بتنص. بابا 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 ما صار شيء حبيبتي انت. نفذت والله نفذت، ما راح عدلك اياها قدام بنتك، بس باقرب فرصه بوعدك. سم الهاري ان شاء الله. امشي بابا، امشي امشي حبيبتي، امشي امشي. انا امشي بالبلد، امشي. اعطينا يا هات عنا، خلي معي شوي وحدي. ودا كمان على الوالدي، خلي معي شوي. كتر خيرك، وفرت علي روحة ملاهي. هات لقلك. امدك ليها امدك ليها. شو لا امشي يعني؟ ما فكروا فروج واكلوا. استني لقلك، تعي لشوف، احكي لي شو صار معك بالتفصيل. قالوا بدهم يشتروا الحليب لانه الصيدلي ما رضي يعطيني ببلاش. الله لا يوفق الصيدلي، اول مره بسمع انه صيدلي ببيع بمصاري. ايش صار؟ طلعوني بالسياره. ايه قال لانه ما معهم مصاري، المصاري بالبيت. لك ايه وبعدين؟ وبعدين فكروني بنت شوارع وصاروا يتحرشوا فيني. اما صرت صرخ وكمشت السائق من رقبته، ما عاد عرف يسوق. ليش كم واحد كانوا؟ السائق وهداك الحقير. وبعدين شو صار؟ صف على اليمين. ايه وتجمعت العالم علينا وجابوني لهون. لك الله لا يعطيك عافية، أنا مو كل خميس بجيب الجرايد مشان تقري صفحة الحوادث. خراس أنت اللي عارف تحكي. بقراها كل خميس بقراها. طيب ما تعلمتي منها أنت، ما تعلمتي منها. الإنسان لا يتعلم إلا من تجربته. شو هالحكي؟ استنى شوي، لا تضوج علي، ما دخلني أنا.
بيتعلم الإنسان من تجارب غيره كمان، عم تفهمي؟ ما أنا جايب لك الحوادث كلها مشان ما تتعلمي من تجربتك. الله لا يعطيك عافية وتعلم العصي بجنابك، رح تضربوا أنتوا بيت النايحة كلهم. امشي قدامي. هي ابنك رجع لك سالم غانم الحمد لله. يسلموا ايديكم. لازمك شي وفاء؟ سلامتك، بس لا تاخذوني، حكيت حكي ما بيسوى، بس كنت خايفه على الولد. معك حق. ليش ما معك حق؟ لا ما معي حق ست جمانة. خلص وفاء معك حق. بسيطه، بتوصي شي؟ سلامتك عمو، انا ماني نسيانكم من الشقليطه، بس لانه اسنانكم بيسوسوا ولا عم تبدلوا، بعد ما تبدلوا خبروني. يلا يلا خاطركم. خاطرك وفاء. مع السلامه. الله معكم. مع السلامه. البحارة من خلال مسيرة بحار شاب يبحث عن أبيه الذي يقال ليش هيك ماما؟ أبوكم تأخر برا، الله أعلم شو صاير معه، وانتوا قاعدين مروين هون؟ إني أبي طول عمره بتأخر، شو فرقت هالمرة يعني؟ هالمرة معه بارودة، احتمال تكون طايرة فيه بالغلط أو السرور مقوصه بالغلط ومو منتبه. قوم روح لعند عمي منصور. شو بده يعمل عمك منصور يعني؟ أصلاً هو هربان من عمك منصور. أيوة خير، خير إن شاء الله. مرحبا علاء. اهلين. فضوا البيت باسرع وقت ممكن، عم يقولوا رح يصير زلزال كتير قوي. مين عم يقول؟ لك هلا مو وقت الشرح، العالم كلها صارت بالشارع، يلا بسرعه. زلزال؟ معقول؟ انتم مين خبركم عيني؟ جيراننا، وعم يقولوا كمان الشرطه دايرين على البيوت مخبرينهم. زلزال؟ يا لهوي، ان شاء الله يلا امشي بسرعه، يلا يلا برا منكم شكل عيشنا ما اخرى. يلا امشي. هي هي شو 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 يلا علاء. زلزال. زلزال. امي امي زلزال. فوتوا امي فوتوا. يلا علاء هاتكم هواء. ساعة عينا التلفزيون شو مالا، اكيد هلا بيحكوا عن الشغلة. وين التلفزيون؟ ليكون حدا نقله من محله. كان هون وقت طلعنا، اكيد حدا ساره. شكل الدروج، التليفون بالارض، علامتي. لك طالعين وتاركين باب البيت مفتوح. ايه نحن فضينا لشي وقت طلعنا، كنا فاضيين نسكر المفتاح. ابي خزانتي منكوشه، نكشف الاوضه مقلوبه قلب. يا ابي ومكبورتي رايحه، طارت صاروتي صفيت على الحديده. يا كلب عندك مكبوره وتاركني على الحديده. سعيد هلا وقت العتاب، لاقي لنا حل نروح على الشرطه. بابا شو؟ السواره اللي هداني اياها عمي منصور لما نجحت بالكفاءه انسرقت. وعندك سوارة وتركتيني بصت على الصريف. مالك سعيد؟ هلا عم تفتح سيارة لسا؟ روح على المخفر بسرعة، بركي بيلقطوا الحرامية قبل ما يكونوا بعدوا عنهم. يا حبيبي الحرامية بيكونوا صاروا باسطنبول، بس مع ذلك رح مط أنا. زمون؟ بس انت يا بس بامكانكم هلا تروحوا على بيوتكم وتناموا مرتاحين، الحراميه ما راح يفلتوا من بين ايدينا. يا وليد نعم سيدي. اعمل لي محضر بالمسروقات وخلي حدا من الشباب يعاونك. هذا خير يا سيدي، كثر خيرك. يلا مشوا الدمج، مشوا الباتري، يلا مشوا مشوا شوف، يلا بسرعه شوي. الله يوفقه، الله يرضى عليه، يمسك التراب يقلب ذهب بدون تعب، كلامه ما يرتد، أركانه ما تنهد، يعلي مقامه يعلي جاهه. صباح الخير حضرة المساعد. أهلا أهلا. خير يا طير، كمان انسرق بيتها؟ شو عرفها؟ لأنه هالزلزال ما زلزل حدا غيري، شايف هدول اللي طلعوا كلياتهم بيوتهم مسروقة، بس مو هذا اللي محيرني. لكان شو اللي محيرها؟ إنه هالحرامي الحمار اللي فات على بيتها، لو سرق البيت كلياته ما بيكفي حق عشاء محترم بمطعم عديلي. ليش عديلك بيشتغل بمطعم؟ لا صاحب المطعم الله يوفقه. بيصار مو صاحبي انت وياه ما؟ الله يرضى عليه، مليون شغله مثل العالم والناس عنده، ما لقى يشغلني غير الشغله. شغله ايش؟ الله يوفقه، استغل حاجتي. صدقني لو ما في مره اولاد غير جوزته ما بقرو. ما بسمع غير عم تقول الله يوفقه الله يفتح بوشه، وبنفس الوقت حاقد عليه، شلون هي؟ اشرح لي اياها. لانه دعوتي مو مسموعه، اذا قلت الله لا يوفقه بيتوفى، واذا قلت الله يوفقه بركي ما بيتوفى وبينقطع رزقه. شو حضره المساعد مبين قلبك معبى منه منيح. الله يوفقه، ما بيحلاله يبهدلني الا قدام العالم،
وبس يكون ما في حدا عين الله عليه، وبس يكون في حدا بتلأمن لك هديك اللأمنة، ما بعرف شو بيصير له. انت شو الشغلة اللي بتشتغلها؟ ياك انت شو دخلك؟ روح شوف الزلزال شو صاير فيه، ولا بدك تفتح معي تحقيق؟ لك يطول بالك شوي، ليش هيك معصب؟ الله يوفقه، جنني. انقلع من هون، انقلع من هون انت التاني. الله لا يوفقك. بدي اياكم تضلوا قاعدين هون. ما بتعرفوا انه بس يصير زلزال لازم الواحد يقعد تحت ملبن الباب او تحت شي طاولة؟ المهم تحموا راسكم. حسيتوا على شي؟ شي مثل شو؟ كأنه رشفت الأرض. حبيبتي عم ترجفي من البرد. انت السهلة من الخوف عم ترجف. خايفة من الزلزال؟ بلا مسخرة. جد عم ترجف؟ فعلا عم ترجف. طيبة قرب الزلزال. تأتي هذه الهزات الارتدادية عادة قبل الزلازل. قوموا اطلع لبرا بسرعة. قوموا. لكن عدي عدي عم بمزح، لا في زلزال ولا في شي. ما سمعت الناطق رسمي شو حكى؟ مرحبا ناطق رسمي، يلا بسرعة قوموا.